ينزل يصلي يلا يا باشا يقول يصلي هاي هاي يلا نقول صلي تفضل يلا يا شباب تعالوا تحت الصلاة الصلاة صلاة تحت لا أذان الصلاة تحت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله توجه الجمعية الثقافية الإسلامية في مدينة ترولهتان من مملكة السويد بدعوة للمسلمين في المدينة لحضور الإفطار السادس والأخير لرمضان الخير من هذا العام. كما نتوجه بالشكر الجزير لكل الأخوة المشاركين والموفقين والقائمين على مثل هذه النشاطات التي من شأنها جمع المسلمين على أجواء المحبة والأخوة، والتي إنما هي خطوة نرمو بها لدفع الفرد والجماعة نحو التمسك بعقيدتهم وإسلامهم التي تربينا عليها في كنف الإسلام الحنيف. ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. ختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطي منفقا خلفا وأن يقبل صيام الصائمين وقيام القائمين، ولا ننسى في هذه الساعات المباركات أن نسأله جل في علاه أن يفرج عن أمة المسلمين عامة وعن إخوتنا المستضعفين القابعين تحت وطأة الحروب خاصة.